بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم أحد إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. هذان الحديثان الصحيحان، الأول في صحيح مسلم والثاني في صحيح البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، فيه نهي عن تخصيص يوم بصيام وليله بقيام، لأن العبادات مبناها على التوقيف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نخصص ليلة من الليالي بقيام ولا ليوم من الأيام بصيام إلا ما ورد تخصيصه من قبل الشارع، فالشارع هو الذي يخصص، كما خصص لنا ليلة القدر يجوز لنا أن نحييها ونجتهد في الدعاء بل يستحب لنا ذلك، وكذا ليالي العشر من رمضان، وكذا أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، هكذا التي ورد فيها التخصيص نخصصها كما أمرنا. وأما ما لم يرد فيه التخصيص فلا يجوز لنا أن نخصصها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ليلة الجمعة وإن كانت فاضلة يوم الجمعة فلا يجوز لنا أن نخصص يومها ولا ليلتها بشيء، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما، الذي هو أفضل الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمن المعلوم أن من تقيد بذلك فإنه يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت ويوم الخميس وهكذا، ولا يجوز لنا أن نخصص تلك الليلة بقيام من بين الليالي، بل علينا أن نجتهد في الأيام كلها، وقيام الليل مستحب في سائر الأيام والليالي، في كل ليلة يستحب للمسلم أن يحرص على القيام الليل، لأن قيام الليل يحبه الله جل وعلا ويثيب عليه، وفيه ساعة الإجابة. حري أن من دعا الله جل وعلا في آخر الليل أن الله يستجيب دعاءه، وذلك في كل الليالي لا في ليلة الجمعة خاصة. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، وذلك أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع،
أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وهو الذي اختاره الله جل وعلا للمسلمين، صد عنه اليهود فجعلوا يوم عيدهم يوم السبت، وصد عنه النصارى فجعلوا يوم عيدهم يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إليه فكان عيدهم يوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه أعمال جليلة، فيها المبادرة إلى المسجد وكثرة القراءة والذكر والصلاة فيه، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بالصيام فيضعف عن هذه الوظائف. فيوم الجمعة يوم فاضل، يوم فاضل يشغل بما هيأ الله جل وعلا له. هيأ الله ليوم الجمعة الصلاة، صلاة الجمعة، واجتماع المسلمين فيها، كل الاجتماع أكثر ما يكون اجتماعهم يوم الجمعة إلا ما يكون يوم عرفة. فيوم عرفة يوم عيد السنة، ويوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، فيحرص المسلم على أن يؤدي وظائف هذا اليوم وليس منها الصيام، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحثنا على الصيام، فليست العبادات مبنية على اجتهادنا، وإنما العبادات مبنية على التوقيف. معنى التوقيف أن يتوقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكراهة هذه كراهة تنزيه وليس تحريم، على القول الراجح لقولي العلماء. بعض العلماء يرى أن الكراهة هذه كراهة تحريم، يعني يحرم على المرء أن يصوم يوم الجمعة، وهذا هو الأصل، لكن صرف الكراهة للتنزيه كونه رخص صلى الله عليه وسلم في صيام يوم قبله أو بعده، ورخص صلى الله عليه وسلم في أن يصومه المرء مع صيام كان يصومه، بخلاف يومي العيدين، يوم عيد الإضحى ويوم عيد الفطر، فهذان يحرم صيامهما، لا يوما قبله ولا يوما بعده، كما يحرم الصيام في هذا اليوم كذلك يكره الصيام في يوم الجمعة كراهة تنزيه، يعني أن الإنسان يبتعد عن الكراهة، يبتعد عن الكراهة وإن اضطر إليها واحتاج إليها فلا بأس، أما كراهة التحريم فلا يجوز للمرء أن يستعملها أو يتخذها إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وإنما إذا صام المسلم يوم الجمعة غلطا أو نسيانا أو جهلا، فيجب عليه إذا علم أن يفطر وإن كان في آخر النهار. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجدها صائمة، فقال: صمتي؟ قالت: نعم. قال: صمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين معه غدا؟ قالت: لا، بس اليوم. قال: إذن فأفطري. فأفطرت رضي الله عنها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديثان يدلان على أنه يكره للمرء أن يصوم على غير وفق السنة، وإن كان الصيام طاعة وقربه لله ويحبه الله جل وعلا، لكن يجب على المسلم أن يتقيد بما ورد عن الله جل وعلا في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم
في سنته الصحيحة. نعم اقرأ. مفردات الحديث لا تخص لا تفردوه دون غيره من الأيام والليالي. ما يؤخذ من الحديثين: أولا، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيامكم يوم الجمعة. وفي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وأضل الناس عنه. فيوم الجمعة هو أضل الناس عنه، المراد بالناس اليهود والنصارى لأنهم قبلنا، فجعل الله لهم عن يوم الجمعة عوضا يوم السبت. اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، واختار الله جل وعلا يوم الجمعة لهذه الأمة فجعله يوم عيد الأسبوع للمسلمين، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. نعم. فيوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، ومجتمعه أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة لذا كره صيامه، لأنه يوم زينة وبهجة يظهر فيه المسلم عز الإسلام وقوته ونشاطه، ويؤدي فيه شعائره الدينية بهمة وقوة ونشاط. والصيام يضعف عن القيام بهذه الأمور، وإذا تزاحمت المصالح قدم أنفعها وأولاها بما يعود على المصلحة الإسلامية العامة. قال النووي: الحكمة في كراهة صومه أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها، ولأنه عيد الأسبوع الذي هدى الله إليه هذه الأمة حينما أضل عنه اليهود الذين عظموا السبت، وأضل عنه النصارى الذين عظموا يوم الأحد، فالحمد لله على نعمته وهدايته. وقال أيضا في الحديث: نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من دون الليالي، فهذا متفق على كراهته. ثانيا، يدل الحديثان على كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام وكراهة تخصيص ليلته بقيام، لئلا يتخذ الناس شعائر لم يأذن بها الله تعالى. أما صيامه أو قيامه بدون قصد لتخصيص هذه الليلة وذلك اليوم فلا يدخل في النهي. ثالثا، يدل الحديثان على جواز الصيام وزوال الكراهة بأحد أمرين: أحدهما أن يوافق يوم الجمعة صيام معتاد، كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة. الثاني، إذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ففيه هاتين الحكمتين. هذا مما صرف نهي عن صيام يوم الجمعة إلى كراهة التنزيه عن كراهة التحريم. لو كان محرم قلنا لا يجوز صيام يوم الجمعة بحال أبدا، لكن لما صار كراهة التنزيه قلنا يحسن بالمرء أن يصوم، فإن صامه فلا بأس عليه ولا إثم ولا يحرم. الثاني، إذا لم يفرده بالصيام بل جمع معه غيره بأن صام يوما قبله أو يوما بعده، ففي هاتين الحالتين نزول الكراهة لأنه لم يوجد للجمعة تخصيص. رابعا، ظاهر الحديثين تحريم الصيام، لأن النهي يفيد التحريم كما أنه يوجد أدلة أخرى صحيحة تفيد وجوب الفطر وتحريم الصيام كحديث جويرية في البخاري. ومع هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للتنزيه. حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كلي أو نحو ذلك، فقالت إني صائمة، فقال صمت أمس؟ قالت لا.
قال تصومين غدا؟ قالت لا، أصوم اليوم فقط. قال إذن فأفطري، فلا يسوغ لك أن تخصصي يوم الجمعة بصيام. نعم. ومع هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للتنزيه لا للتحريم، لأن النهي منصب على تخصيصه بصيام أو قيام، ولم يكن النهي على نفس الصيام والقيام. ولعل ما أخذ الجمهور في الكراهة دون التحريم أنهم لما رأوا إباحة صيامه بقرنه بيوم قبله أو يوما بعده وإباحته إذا صادف صوما للمسلم، استقر لديهم أن النهي ليس للحتم كما هو لعيدي الفطر والأضحى اللذين لا يجوز صيامهما بحال، والله أعلم. أما صيام يومي العيدين، يوم عيد الإضحى ويوم عيد الفطر، فهذا حرام بكل حال، لا يجوز أن يصومه ولو صام قبله أو بعده، كما لا يجوز أن يخصصه بصيام، ولا يجوز أن يصومه حتى لو كان في صيامه، يجب عليه أن يفطر في هذين اليومين. نعم. فائدتان: الأولى، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: العبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، فصيام يوم المولد وسبع وعشرين من رجب ونحو ذلك من البدع لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وتكون هذه الأمور وأمثالها مردودة. الثانية، قال الشيخ تقي الدين: صوم رجب أحاديث. الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله هذا صاحب فتح المجيد، فتح المجيد. الشيخ عبد الرحمن بن حسن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، فهو يحذر من البدع، يحذر حتى من الصيام، يحذر من البدع حتى من الصيام. فالصيام لا يجوز للإنسان أن يصوم في يوم يكون صومه بدعة، وإنما يصوم يوما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فمن خصص يوم 27 رجب على أساس أنه الإسراء بصيام أو قيام، نقول ابتدعت في دين الله ما ليس منه، لا يجوز تخصيصه بحال من الأحوال بشيء من الأمور، وإنما تمشي الأمور على طبيعتها وعلى ما اعتاده الإنسان، ولا يجوز له أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله جل وعلا ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا استلام الركن اليماني في الكعبة وتقبيل الحجر الأسود، نقول هذا وارد. استلام الركن الشامي أو العراقي نقول لا، ممنوع هذا لأنه لم يرد، وكلاهما أركان للكعبة، لكن هذا ورد وهذا لم يرد، ونحن نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا تعبدنا في الكعبة بأمور كثيرة، من الطواف ومنها الاستلام والتقبيل، فركن يستلم ويقبل ويشار إليه، وركن يستلم ولا يشار إليه، وركن لا يقبل ولا يستلم ولا يشار إليه، هكذا. وهي أركان الكعبة حتى يعرف يرى الله جل وعلا المتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وغير المتقيد بما أمر به. من ذلك والله أعلم، قالوا شرب ماء زمزم مستحب، ماء زمزم ما شرب له، لكن ما يجوز أن يرش على الإنسان أو على بدنه أو على رأس الطفل للبركة، لا، ما ورد فيه إلا الشرب ماء زمزم. وهكذا سائر الأعمال نتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمبنى العبادات على التوقيف والاتباع.
التوقيف يتوقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية قال الشيخ تقي الدين: صوم رجب أحاديثه كلها موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في فضائل الأعمال، بل عامتها من المكذوبات الموضوعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صوم شهر رجب أو الصوم من شهر رجب خاصة لا يجوز. لما يرحمك الله؟ قال: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نصوم أيام البيض من شهر رجب؟ يقول: نعم، إذا صمت أيام البيض في كل الأشهر فصم في شهر رجب، لكن تصوم يوم 13 و14 و15 من شهر رجب دون غيره لا، ما يجوز لك. تصوم اليوم 27 من شهر رجب لأنه يحتمل أنه يوم الإسراء والمعراج، نقول: لا، نجتمع ونسهر ليلة 27، لا، ما يجوز لنا ذلك إلا أن نتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: العبادات توقيفية مبناها على الاتباع. وصوم رجب كذبوا بعض الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن قالوا لهم: لما تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم في تحسين وترغيب في صيام هذه الأيام؟ قالوا: ما كذبنا عليه، وإنما كذبنا له. يقول: ما مطلوب منكم أن تكذبوا عليه ولا تكذبوا له، وإنما مطلوب منكم أن تتبعوا ولا تبتدعوا. يقول: ما كذبنا على الرسول، وإنما كذبنا من أجله ترغيبا في الأعمال الصالحة. نقول: لا يا أخي، الأعمال الصالحة تكون صالحة إذا كان متبعا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا خرجت عن السنة فلا تكون صالحة. يقول رحمه الله: وليست من الأحاديث الموضوع الضعيفة. فالأحاديث الضعيفة يستأنس بها في فضائل الأعمال، يستأنس بها في فضائل الأعمال، لكن هذه يقول أكثرها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث ثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، بقي عليهم الصحيحين ما روي في أحد من الصحيحين. يقول: هذا استنكره الإمام أحمد، رواه واستنكره. يجوز للمحدث أن يروي الحديث ويستنكره حتى لا يظن أنه صحيح، يقول: هذا مستنكر. لما يرحمك الله يا الإمام أحمد؟ قال: لأنه من رواية فلان وفلان مستقيم، لكنه لا يضبط، وقد انفرد به عن أبي هريرة، فيكون الكلام هذا موهم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، لأن تلامذة أبا هريرة رضي الله عنه كثير، فما يصح أن يروي هذا الرجل الضعيف دون غيره، وهو يرد عليه: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، يعني أنه إذا تقدم رمضان بأكثر من يوم أو يومين وقطعه، يعني ما صام اليومين اللذين قبل رمضان، أنه جائز بنص الحديث، وذاك حديث مستبق عليه صحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وكان عليه الصلاة والسلام في الحديث أكثر ما يصوم من شعبان،
أكثر ما يصوم من شعبان. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لأن ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب شهر حرام ورمضان شهر يجب صيامه، فأنا أصومه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث الصحيحة ترد على من قال: لا تقدموا رمضان في، لا تصوموا إذا انتصف رمضان، معناه أنه يلزم أن يبقى 15 يوم من شعبان لا يجوز له أن يصوم. نقول: لا، بل يجوز له، وإنما النهي الصحيح أن لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، لا يكون مثلا احتياطا أخاف أن الشهر دخل البارح فأنا بصوم اليوم، يقول: لا، لا تصوم حتى تتيقن أنه رمضان. نعم. درجة الحديث: الحديث ضعيف، الحديث استنكره الإمام أحمد. ضعيف، فرق بين الضعيف وبين الموضوع. الموضوع يكون مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والضعيف لسبب من الأسباب. فمن ضعف هذا الحديث ضعف راويه، عدم حفظه، وكونه واحد رواه بهذا بخلاف تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، فإنهم لم يروا هذا الحديث. الحديث استنكره الإمام أحمد لأنه تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، قال بعضهم: هو من رجال مسلم. وقال الحافظ في التقريب: أنه صدوق وربما وهم. إنه صديق، صدوق يعني ما اتهموا بالكذب، لكنه يهم يعني يتوهم الشيء أنه صحيح وليس بصحيح، أو يتوهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه من سبب رد الحديث للإمام أحمد رحمه الله، قال: وهو حديث ما يعتمد عليه. قال أحمد وابن معين: إنه منكر، وقد استدل البيهقي والطحاوي على ضعفه بحديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال الشوكاني: جمهور العلماء ضعفوا هذا الحديث. مفردات الحديث: إذا انتصف شعبان، أي إذا مضى نصفه وبقي نصفه. لا تصوموا، لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. ما يؤخذ من الحديث: أولا، من مقاصد الشرع الشريف تمييز العبادات بعضها عن بعض، ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهذه هي حكمة النية التي تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. ثانيا، يجب علينا أن نميز العادة عن العبادة بالنية. فمثلا، واحد وضعوا بين يديه ماء، قال: بغسل وجهي ويدي، أتبرد، ثم غسل وجهه ويديه واستنشق الماء وتمضمض، فلما فكر في نفسه قال: ما بقي إلا غسل الرجلين، أبا غسل الرجلين واتركه واصير وضوء لي، يصير أتوضى، هل يصح؟ لا، لأن أوله كان عادة وآخره كان عبادة، فلا يصح أن يجمع بين العادة والعبادة. كذلك مثلا، واحد دخل في صلاة نافلة بعد الظهر، صلاة نافلة بعد الظهر، صلى الركعتين وقبل يسلم قال: لعلي أجعلها العصر، أنا مسافر وأشوله أصلي ثانية، أجعل هالركعتين ذي اللي صليت العصر، صلاة العصر، هل يصح له ذلك؟ لا، لأنه دخل فيها على نية النفل ثم قلبها إلى فرض. فالنية تميز العادة من العبادة، وتميز العبادة بعضها من بعض. واحد مثلا عليه صيام 6 أيام من شهر رمضان، عليه قضى رمضان 6 أيام، فصام 6، في آخر يوم قال:
لعلي أجعلها عن رمضان أحسن لي، ما أستطيع أجعلها عام الست من شوال ثم أصوم لقضاء رمضان، لا، أجعل هذه الأيام قضاء رمضان، هل يسوغ له ذلك؟ لا، لأنه دخل فيها بنية صيام شوال. وهكذا هذا معنى تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادة عن العبادة، عبادة الفرض عن عبادة النفل. نعم. ثانيا من هذا الهدف والله أعلم نهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ليكون صيام شهر رمضان منفصلا مستقلا وحده، ولعل من الحكمة أيضا حصول الاستجمام لصوم رمضان فلا يأتي صومه والمسلم في حال ممل في حال ملل وكسل عن الصيام، وإنما يقبل عليه برغبة وشوق إليه. وهذا التعليل لا ينافي حديثي عائشة وأم سلمة في صيام شعبان كله أو أكثره، فالنفوس على الامتثال على العبادة ليست واحدة والحكم يكون للغالب. قد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم من شعبان، فهذا إذا قيل إنه لا يصوم النصف من الصف إلى الأخير ما يصوم، معناه ما بقي إلا نصف شهر، ولا يكون يصوم شعبان كله ولا قليلا، ما يبقى شيء، فالأولى له أن يصوم ولا بأس عليه أن يصوم بعد النصف، وعليه أن يحذر الأحاديث الصحيحة التي تنهاه عن صلة الصيام برمضان، أن يصل صيام شعبان برمضان، هذا الذي لا يجوز له. وأما الإكثار من صيام شعبان فهذا ثابت في الصحيح. نعم. ثالثا النهي عن الصيام عن هذا الصيام مقيد بما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فمن كان له صوم معتاد فصادف ما بعد النصف من شعبان فليصم، فإنه لم يكن يدخل في النهي. لرجل كان يصوم صوما فليصم، هذا الرجل مثلا يصوم يوم الخميس عادة أو يصوم يوم الاثنين عادة ما يفطر، ويوم الاثنين أصبح مثلا محتمل أنه من رمضان أو محتمل أنه من شعبان، نقول لا بأس عليه أن يصومه لا دام أنه كان اعتاد هذا الصيام على أنه نفل، فإذا ثبت أنه من رمضان ونوى ذلك قبل الفجر فيجزيه، أما إذا لم ينوي ذلك فإنه لا يجزيه وعليه القضاء والإمساك. إيضاح هذا مثلا واحد نام على أساس أنه يصوم غدا يوم 30 من شعبان ما ثبت رمضان، فلما كان في أثناء الليل ثبت أن اليوم يوم غد من رمضان، وهو نوى الصيام ونام ولا يقوم إلا بعد طلوع الفجر بربع ساعة، هل يجزئه الصيام هذا عن رمضان؟ لا ما يجزئه لأنه ما نواه رمضان. هل يجوز له أن يفطر؟ لا لا يجوز له أن يفطر لأنه من رمضان تبين، فيجب عليه أن يمسك ولا يعتد بهذا اليوم من رمضان لأنه لم ينوه من أوله. نعم. رابعا النهي عن الصيام النصف الأخير من شعبان، هذا في حال إذا ابتدأ بالنصف فما بعده، أما إذا كان يصوم قبل النصف ثم استمر إلى آخر الشهر فإن النهي لا يشمله لئلا يتعارض مع ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله في رواية إلا قليلا. خلاف العلماء اختلف العلماء هل النهي للتنزيه أو للتحريم،
فذهبت نهي التنزيه أخف ما يمانع أن الإنسان يفعله، ونهي التحريم يحرم على الإنسان أن يأتي به. فالنهي عن صيام النصف من شعبان بعد النصف نهي تنزيه أو نهي تحريم، يعني يحرم على المرء أو يجب عليه ألا يصومه، لكن لو صامه فلا بأس. فذهب كثير من الشافعية إلى أنه للتحريم، إلى أنه للتحريم يعني محرم أن يصوم بعد النصف من شعبان. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه للتنزيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذلك لما في المسند من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. وحديث أم سلمة لا ينافي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا من الصوم المعتاد الذي لم يقصد به تقدم رمضان باليوم أو اليومين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تخصيص سورة الكهف ليوم الجمعة، هل صح الحديث عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سورة الكهف يوم الجمعة هذه وردت، يستحب قراءتها في يوم الجمعة. يقول السائل: كيف نجمع بين ستر المسلم وبين إنكار المنكر؟ كيف نجمع بين ستر المسلم وبين إنكار المنكر؟ نعم، لا تنازل بينهما، يمكن نستر على المسلم وننكر عليه، ننكر عليه فعله هذا، نقول هذا لا يليق بك ولا يجوز منك أن تفعله، وإن فعلته مرة أخرى رفعنا أمرك إلى الحاكم أو إلى القاضي ونحو ذلك، نتوعده ونستر عليه. والمؤمن يستر وينصح، ينصح ويستر، والمنافق يفضح، المنافق يفرح أنه يجد زلة من مسلم يقول رأيت فلان كذا كذا، رأيت فلان كذا كذا، هذا يفرح من إنفاقه ولبغضه للمسلمين. أما المؤمن فهو يسر على هذا ويناصحه ولا يتركه. يقول السائل: عندنا القضاة يريدون إلغاء حد الرجم للمحصن بحجة أنه لم يأته في القرآن وأنه فقط من شريعة اليهود والأحاديث منسوخة. لا يا أخي، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده، الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه لم ينسخ، فمتى حصل النسخ؟ بعد وفاة الصحابة، إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحكم باق فهو لا يتعرض له نسخ أبدا، وإنما هذا من إيحاء الشيطان لهم. يقول السائل: امرأة استخدمت حبوب مانع الدورة فتأتيها الدورة 15 يوما، فهل تقطع الصلاة في هذه المدة كلها؟ وما حكم استخدام هذه الحبوب حينئذ؟ هذا الذي نحذر منه بعض النساء، بعض النساء تستعمل ما يمنع الحيض كأنها تريد أن تصوم رمضان أو تريد أن تحج، فتستعمل مانع الحيض، فبدل ما كون حيضها مثلا 5 أيام أو 7 أيام تكون 10 أيام أو 20 يوما أو 15 يوما، هذا لا يليق بالمسلمة، وإنما عليها أن تنظر في نفسها إذا كانت هذه الحبوب تمنع الحيض منعا كليا فلا بأس، وأما إذا كانت لا تمنعه وإنما تسلسل فيه وتطوله فلا يجوز لها استعماله حينئذ. وإذا نزل الحيض أو رأته سواء كان يوما
أو 10 أيام أو 15 يوم فعليها أن تجلس الأيام التي فيها حيضها حتى وإن طالت ما لم تتجاوز 15 يوما. يقول السائل: ماذا كان يريد الذين كانوا يضعوا أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهم أهداف متعددة. بعضهم يريد الظهور أنه جاء فلان بحديث كذا وكذا، بعضهم يريد التقرب إلى الولاة، بعضهم يريد الحرص على العبادة لكن ما يعرف الطريقة، وهكذا. فلا يجوز للمسلم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن أحد من ينتسب إلى العلم دخل على حاكم وإذا هو عنده حمام يلعب فيهن، يزجرهن ويناديهن ويروحن يجن وكذا ويأدبهن، فقال: سمعت فلانا عن فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو جناح. فزاد كلمة جناح في الحديث يتقرب إلى هذا، لأن فعلك هذا موافق للسنة، يعني يريد أن يقول له: فعلك هذا زجرك الحمام وناداتك إياه وهكذا هذا موافق للسنة وليس كذلك. وبعضهم مثل ما قدمت قبل قليل يقول: أنا ما كذبت على الرسول وإنما كذبت من أجله للترغيب في هذا العمل الصالح، وهكذا. وبعض الناس يريد الظهور بذلك، وهكذا الناس يتفاوتون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن روى حديثا كذبا فهو أحد الكذابين. يقول السائل: شربت قهوة فيها زعفران في السعي جاهدا، هل فسدت عمرتي؟ لا يا أخي، ما فسدت عمرتك ولا شيء من هذا ولا تضررت. شربك الزعفران لا بأس بذلك جهلا أو نسيانا. يقول السائل: أديت العمرة أمس وناوي للحج مفردا إن شاء الله، وأنا مقيم في مكة، فهل علي هدي؟ أولا ليس عليك هدي، سواء نويت التمتع أو نويت الإفراد. وإذا نويت التمتع الإفراد وأنت أديت العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فيعتبر حجك تمتعا شئت أم أبيت، ليس لك أن تنفي التمتع أنت أبدا، وإنما لك أن تحرم بالحج كما أمرت. فإن كنت اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة فتعتبر متمتعا، حتى لو اعتبرناك متمتعا ما دمت مقيما بمكة فليس عليك هدي. يقول السائل: هل من نصيحة للذين يقرؤون الأسئلة قبل وصولها إليكم؟ هل من نصيحة للذين يقرؤون الأسئلة قبل وصولها إليكم؟ لا بأس يقرأها، لأجل أنه إذا كل بقراءتها قرأها قراءة صحيحة. يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر الثاني، هل يجوز إسقاط الحمل للضرورة؟ يجوز إسقاط الحمل قبل 40 يوما بدواء مباح على ما قرره كثير من الفقهاء. قالوا: يجوز إسقاط الحمل قبل 40 يوما بدواء مباح، وأما بعد 40 فيقولون إنه انتقل من حال إلى حال، فهو في حالة 40 لا يزال قطرة مني، ما بعد انتقل إلى المضغة ولا إلى العلقة. فإذا انتقل من 40 يوما صار علقة وهو الحمل مبدأه، فيجب الحفاظ عليه، إلا إذا قرر الأطباء أن هذا الحمل يضر الأم ضررا كبيرا
أو يميت أو يكون سببا في موتها. فقالوا المحافظة على نفس موجودة أولى من المحافظة على نفس لم تخلق بعد، فهذه حال الضرورة. أما إذا قالوا إنه مشوه أو نحو ذلك أو إنه منتكس أو نحو ذلك فلا يجوز الأخذ بقولهم، لأن الله جل وعلا يعدله ويخرجه سليما بإذنه إذا شاء في ساعة من ليل أو نهار. يقول السائل: هل العسل فيه زكاة؟ نعم يا أخي، العسل فيه زكاة إذا أخذه المرء من نحله وبلغ 36 صاعا فإنه يجب فيه الزكاة. يقول السائل: ماذا علي إذا لم أقرأ الفاتحة بعد الإمام؟ ليس عليك شيء أخي إذا لم تقرأها مع الإمام بعد الإمام، لأن قراءة الفاتحة للمأموم محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب قراءة الفاتحة، وبعضهم يرى عدم الوجوب، وبعضهم يفرق بين قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة السرية. فقالوا: الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ لأنه لم يسمع الإمام يقرأ، والجهرية لا يجب عليه. وبعضهم قال: لا يجب عليه سواء كان في سرية أو جهرية، فالمسألة فيها خلاف. فلذا لو لم تقرأ الفاتحة في أحد الصلوات فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: رجل طلق امرأته، فهل إذا تكلم معها وهي في عدتها تعتبر رجعة؟ لا يا أخي، لا تعتبر رجعة إلا إذا راجع أو استمتع بها، إذا مسها أو قبلها أو شيئا من هذا فتعتبر رجعة. أما مجرد الكلام لا، ما تعتبر رجعة. يقول السائل: امرأة أحرمت من الميقات وطافت بالبيت 3 أشواط ولم تكمل الأشواط فتحللت وفعلت كل محظورات الإحرام وذلك جهلا منها، ماذا عليها؟ إذا فعلت شيئا من المحظورات غير الجماع فهي لا تزال في إحرامها، وعليها أن تكمل حجها عمرتها بالطواف، وليس عليها شيء لجهلها ونسيانها. أما إذا فعلت المحظورات كلها حتى الجماع جامعها زوجها فإنها تبطل عمرتها التي ابتدأتها، وعليها أن تستمر فيها تؤديها حتى وإن كانت باطلة، ثم عليها أن تحرم من جديد وتؤدي عمرة بدل العمرة التي أفسدتها، وعليها هدي واجب شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: لي في هذه البلاد الطيبة مكة المكرمة سنة كاملة ولست من أهل مكة وأريد أن أحج تمتعا، فهل علي هدي علما بأني سأعود بعد الحج إلى بلادي؟ الظاهر والله أعلم أن إقامتك لمدة سنة تجعلك من حاضر المسجد الحرام، فلا يجب عليك هدي والله أعلم. يقول السائل: امرأة مشلولة وحج عنها غيرها من مع أن أولادها موجودون، فهل الحج صحيح؟ لأني سمعت بأن الحج غير صحيح لوجود أولادها، لحديث أن امرأة ناتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدركت أبي فريضة الحج، أحج عنه؟ قال: نعم ولك أجر. الحج صحيح سواء حج عنها أولادها أو غيرها، ما دام حج عنها لشللها ومرضها فلا بأس، فالحج صحيح إن شاء الله. يقول السائل: في مدينتنا قبر يزوره الناس وهو محيط به مناظر جميلة، عندما أنهى بعض العائلات يقولون: نحن ذهبنا لرؤية الطبيعة علما بأنها موجودة في أماكن ليس فيها أضرحة، فهل يجوز لهم هذا؟
لا يجوز التردد على الضريح، ولأجل أنه ضريح ولي أو نحو ذلك، فلا يدرى هل هذا ولي أو شيطان أو حمار مدفون في هذا القبر أو نحو ذلك، فقد يتحيل بعض المتحيلة ويحضعون القبر وفيه رأس حمار أو فيه كلب أو فيه شيء لا يجوز، ويتبركون به ويسألونه، فلا يجوز للمسلم أن يسأل الله جل وعلا عند القبور مطلقا، وإذا سأل فليبتعد عن القبور وليسأل الله في المسجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه في حال الصلاة والسجود، ولا يجوز أن يصلي عند الأضرحة حتى وإن كان حولها زهور وبنيت على بناء محكم وحسن، لا يجوز للمسلم أن يتبرك بالقبور ولا أن يقصد الدعاء عندها، وإنما عليه أن يقصد الدعاء عند بيت الله جل وعلا، عند المساجد وفي بيوت الله وفي الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي عند القبور لا فرضا ولا نفلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.